بيكم. النهارده هنتكلم عن حرف الاي في اخر الكلمه. في ناس كتيره بتتلخبط لما اجي املاها كلمه تقول لي حرف الاي في الاخر ما بيتنطقش، طب انا هكتبه واعرف ان الكلمه فيها حرف الاي ازاي؟ النهارده هعرفكم امتى الكلمه يكون فيها حرف اي في الاخر. تعالوا نقرا الكلمات الاول دي مع بعض كده. مات، هات، كات، طب، مات. الكلمات دي مش منتهيه بحرف الاي. طيب الكلمات دي لونج ولا شورت فاول؟ الكلمات دي شورت فاول، يعني مش ممدوده، بنطلق الكلمه على طول خطف كده. مات، هات، كات، طب، مات. طيب انا بقى لما اجي احط للكلمه دي ايه اللي بيتغير في الكلمه؟ تعالوا بقى كده نقرا مع بعض الكلمه دي. مات بقت دي ايه؟ مات، مديت في الكلمه، الكلمه بقت لونج. انا لما املي الطلبه اللي عندي اقول لهم مات، وهم عارفين ان الكلمه دي ما فيهاش اي في الاخر، طب اقول لهم مات ممدوده هي، يبقى عارفين ان الاي في الاخر هي اللي بتمد الكلمه. يبقى اهميه الاي في الاخر ان هي بتمد الكلمه، بتخلي الكلمه بدل شورت هتخليها لونج. هات هتبقى هات، كات هتبقى كيوت، طب هتبقى توب، مات هتبقى ميت. تعالوا نقرا الفرق بقى بين الاثنين كده. مات، ميت، هات، هيت، كات، كيوت، طب، توب، مات، ميت. شفتوا الكلمه اتغيرت 180 درجه. يعني هنا شورت الكلمه حولناها للونج بسبب حرف الاي. ده الاختلاف ما بين الشورت واللونج والكلمة اللي آخرها إيه والكلمة اللي مش آخرها إيه. Thank you.